أهلا وسهلا فيكم أخواني وأخواتي، نرحب فيكم وحلقة جديدة من برنامجكم صحتك بالدنيا. بعض الأخوة والأخوات يقولون لما يسوون شعرهم أو يلبسون أو يسوون بعض التمارين اللي هي أعلى من مستوى الكتف يحسون إن كأنهم مهدودين، كأن إيدهم تعبانة، ما يقدرون يستمرون، يحسون بالتعب، وأحياناً بعضهم يحس بالخدار نتيجة إنه هو يعمل بمثل هذا الاتجاه. فإذا كان يعمل بمثل هذا الاتجاه يشعر بالخدار بإيده، يقول من أنزل إيدي أشعر كأن هذا الخدار مثل السحر يروح أو يقل بشكل كبير جداً. أحياناً بعض الناس يخطأ في تشخيص حالته، أحياناً يسوون له أشعة رنين مغناطيسي ويقولون له الظاهر أنت عندك مشكلة في الديسك وهذا الأمر له علاقة بالديسك. أقول لكم هذا الأمر ما له علاقة بالديسك، هذا الأمر له علاقة بقصر في عضلات اللي هي احنا نسميها بيكتوراليس ماينر سيندروم. عندنا عضلتين كبار هني، عضلة كبيرة اللي هي عضلة الصدر اللي نشوفها القوية هذه، وتحتها عضلة أخرى كذلك مهمة جدا. هذه العضلة تمسك العظمة مالت الكتف وهي ممتدة إلى الضلوع. تحت هذه العضلة تمر عندنا الأعصاب اللي تغذي إيدنا. شو يصير معانا؟ بعض الناس عنده هذه العضلة قصيرة، فقصر هذه العضلة يسحب الكتف إلى الأسفل ويجعل مرور الأعصاب من تحتها لازم ينزل من تحت، وإذا رفعنا إيدنا صار كأن شدينا على الأعصاب. الأعصاب هي توصل الإشارات العصبية إلى اليد، فإذا ما رفعنا إيدنا ضغطنا عليها من هذه المنطقة اللي هي عضلة الصدر الصغرى، وبالتالي ما توصل الإشارات العصبية بكفاءة، فيشعر الإنسان بالخدار أو يشعر الإنسان بالإنهاك على طول يبي ينزل إيده. من ينزل إيده يحس إن هذا الخدار راح. بما إنه قاعد يتغير الخدار بمثل هذه الطريقة معناها ما له شغل في الديسك 100%، ما له شغل في الديسك. هذا الأمر له علاقة بوضع العضلة وطولها والاتجاه اللي احنا قاعدين نتجه فيه عكس اتجاه العضلة. يعني العضلة قاعدة تحاول تنزل الكتف إلى الأسفل والأعصاب تمر من تحتها، واحنا قاعدين نرفعها إلى الأعلى قاعد يشد الأعصاب، وبالتالي يقلل من تدفق الإشارات العصبية بفاعلية، وأحيانا حتى يقلل تدفق الأوعية الدموية بشكل فاعل، فينتج عندنا مثل هذا الخدار. بعض الناس لحط إيده ونام يشعر بنفس الشعور مرة ثانية، من ينزل إيده يروح مثل هذا الأمر. علشان كذي التشخيص أحيانا قد يخطأ فيه ظنا منهم أن عنده مشكلة في ديسكات الرقبة، وديسكات الرقبة بريئة من ذلك. اللي يحتاج يسوي هذا الإنسان أنه يعمل تمارين استطالة لهذه العضلات، من ترجع العضلات لطولها الطبيعي تنتهي المشكلة بإذن الله. الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم راح أتكلم عن أهمية البروتين في رمضان. للأسف وايد ناس ينسون البروتين. شنو هو البروتين؟ الدياي، اللحم، السمك، البقوليات، وايد ناس تنساها برمضان ويركزون على المعجنات والمقالي والتشريب، وحتى لما يحطون تشريبه ما يحطون لي دام إياها. البروتين وايد مهم في رمضان. واحد، مهم حق المناعة، مناعتكم دائما مع الصيام تخف شويه، فوايد يساعدنا انك اذا خذيتوا بروتين يفيد جسمكم انه هو يقوي المناعه. الشغله الثانيه والمهمه، البروتين يعطينا الاحساس بالشبع فيطول في المعده، فيعطي ما يخليكم تاكلون كميه كبيره. هذه من فوائد الكيتو الكيتوجينيك دايت والاتكن دايت، انهم لما يكون كميه كبيره من البروتين يحسون بشبع. فهذه واحده من الاشياء الادفانتج او الفوائد الرجيم هالكيميائي هذا. فدائما البروتين يخليكم ما تاكلون كميه كبيره في الاكل، فيساعدنا
ان يعطيكم شبع، وهذا اللي احنا نبيه اساس ما تاكون كميه كبيره من المعجنات. البروتين مصدر عادي حق الامينو اسيدز اللي هم مهمين حق الجسم، حق الميتابوليزم، حق الحرق، حق المناعه، حق اعضاء الجسم والوظائف الكبد والكلى وكل اعضاء الجسم يحتاج هالامينو اسيدز. فحطوا ببالكم ان البروتين في رمضان اساسي مع كل وجبه، يكون موجود في الفطور ويكون موجود معانا في السحور على اساس انكم خذيتوا الكميه اللي انتم تحتاجونها. شغله ثانيه بعد وايد مهمه بالبروتين، ان احنا في رمضان دائما الصيام مده طويله، خصوصا صيامنا احنا هالسنه في الصيف فصيامنا فتره طويله، فشنو يصير معانا اذا ما كينا بروتينات؟ النزول الوزن عندنا يكون عضل ما يكون دهن، وهذا اللي احنا ما نبي. نبي ناكل بروتين عشان نحافظ على العضل اللي بجسمنا ما يتكسر ونحافظ عليه وننزل دهن وليس عضل. فالبروتين اساسي. انزين قلنا شنو البروتين مهم وانه هو اساسي وانه لازم تدخلونه عشان تحطون بالشبع. افضل دائما حق مرضى السكر او اي شخص يحس روح انه هو يوع بسرعه يدخل البروتين بالفطور بالسحور على اساس انه يعطيه احساس بالشبع اكثر وياخذ الكميه، وحق مرضى السكر يقضب لنا السكر وما يخليه ينزل معانا بطريقه قويه. الشغله الثانيه بعد بالبروتين هو مصدر عالي حق الحديد، فالناس اللي عندهم نسبه دم نازله وراح نتكلم عنهم بكثره ان شاء الله، انه هو مشكلته انه يساعد على تاخذ الحديد الحيواني اللي هو يقوي الدم ويقوي نسبه الحديد بجسمنا، وما يتاثر معانا بالشاي والقهوه. خصوصا الناس وايد يشربون شاي وقهوه في رمضان عشان يعطيهم مثل اللي يصحصحهم، خصوصا انهم قالبين النومه. فاذا انت فيك نسبه دم نازله حاول تكثرين بروتين على اساس لما تشربين شاي ما يتاثر معانا الحديد الحيواني ولا يتكسر، وبالعكس يمتص جسمك 100%. ولكن حق الناس اللي ياخذون حبوب حديد او ياخذون هالسوالف هذه ان هي مكملات او حديد نباتي من البقوليات، هالشيء هذا الشاي والقهوه يتاثر وياه وجسمكم ما يمتصه. فالبروتين مصدر عالي حق البي 12 والحديد اللي هو قوي حق الجسم، يعطيكم طاقه ويقوي دمكم ويعطيكم مثل النشاط اللي احنا نحتاجه حق رمضان. ان شاء الله استفدتوا معي بالحلقه، اشوفكم ان شاء الله بالحلقات القادمه. مرحبا فيكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. كل عام أنتم بخير والله يعود علينا وعليكم بالصحة والعافية يا رب. رمضان شلون ممكن نستغله في جانب التأمل والاسترخاء؟ التأمل والاسترخاء مرتبطين في بعض. شهر رمضان المبارك مليء بالعبادات والتأمل ومراجعة النفس. خلونا نستغل هذه الفترة خلال عباداتنا، خلال الصلاة، خلال قراءة القرآن، وانت قاعد في المسجد وانت قاعدة على سيادتك وقاعدة تقرين، خلنا ناخذ لنا بعد 10 دقائق، ربع ساعة، نرخي أنفسنا ونتأمل في حياتنا، نتأمل في أهدافنا المستقبلية. شنو احنا نبي من حياتنا؟ شنو نحتاج نعدل في شخصياتنا؟ شنو نحتاج نحط أهداف تطور من قدراتنا الذاتية؟ ليش؟ لأن فترة العبادة لما الإنسان قاعد يصلي يكون في قمة الاسترخاء وفي قمة الراحة. الإنسان خلال الاسترخاء هو يقلل الانتباه عنده ويقلل الوعي عنده. إحنا كمتخصصين نسعى دائما إلى تقليل الوعي عند الإنسان لإدخال إيحاءات وقناعات إيجابية علشان نعدل شخصية هذا الإنسان. فتخيل أنت خلال شهر رمضان المبارك قاعد تزيد العبادات عندك وقاعد تزيد عملية التأمل عندك، وبالتالي قاعد تقلل درجة الوعي، بحيث أن بإمكانك تدخل في اللاوعي عندك وفي اللاشعور عندك إيحاءات إيجابية وقناعات إيجابية عن نفسك وعن الحياة وعن المستقبل بشكل عام. بإمكانك ترى تعالج الاكتئاب، بإمكانك تعالج أخطاء التفكير عندك خلال هذه الفترة. فأثناء العبادة، أثناء قيام الليل، أثناء التراويح، أثناء الدعاء، دائما لازم نستغل هذه الشيء. هي مو عادة نسويها وخلاص، هي عبادة قاعدين نسويها وقاعدين نستغل فترة هدوءنا وفترة استرخائنا في التأمل،
شنو أنا أحتاج؟ شنو الفكرة الغلط اللي عندي أنا أبي أعدلها؟ شلون أنا ممكن أنظر إلى الحياة المستقبلية؟ هل فعلاً الدنيا ما فيها خير والحياة ما في والحياة مو زينة وسلبية وسوداوية، ولا الحياة فيها خير والدليل هذا الناس اللي قاعدين حوالينا والجيران اللي كل واحد قاعد يساعد الآخر ويدز طبخة حق هذا البيت وهذا يدز حق البيت طبخة وهذا يعزم هذا الشخص والجمعات والأشياء الحلوة اللي تصير خلال شهر رمضان المبارك. فنستغل فترة الاسترخاء وفترة الهدوء اللي عندنا علشان نطور الجانب الإيجابي عندنا ونطور توجهاتنا الفكرية الإيجابية والمتفائلة المتعلقة في الحياة. وبالإمكان يا جماعة، مو قاعد أبالغ، ترى بالإمكان أنك تعالج اكتئابك أو تعالج قلقك خلال فترة العبادة وخلال التأمل أثناء شهر رمضان المبارك. تقبل الله طاعتكم ويعطيكم العافية.